زمالك اثبت كابتن حمدية، هاخد من كلام اتفضل. احمد، انه المجلس اللي مش متفاهم من اول يوم بيقع في بعضه تاني يوم. دي تجارب الزمالك تمام. السابقة وعلى الماضي القريب يعني. فيمكن ده بيفسر فكرة ان احنا ندخل بقايمة علشان نكسب كقايمة عشان ما ندخلش في صراعات محتملة. ايه رأيك انت في الفكرة دي؟ لا انا مش مع الفكره دي طبعا، لان في قوائم بذاتها عملت كوارث. وفي ولا انت مش معايا؟ وكمان زمان غير دلوقتي. يعني هو دلوقتي احنا بنتكلم، بص كده على المستقلين هتشوف كلها ناس فعلا قيمه وقامه، وناس كلها تقدر تشتغل مع اي حد. وعلى فكره اللي يقدر ينزل مستقل ويشتغل مع اي حد هو ده اللي انت تامنه وتديله صوتك وانت مطمن. لان انا اقدر اشتغل مع جميع بدليل بدليل ان انا عملت من فتره قاعده عندي في الكره الطايره للقائمه الموحده مع ان انا مستقله. تمام. ليه؟ لاني انا ما يهمنيش في الاول وفي الاخر غير ان انتوا لو نجحتوا تعالوا اسمعوا مشاكل الكره الطايره، حلوا لي مشاكل الكره الطايره. انا مش ضدكم والله، كنت معاكم، اديكم سمعتوا وهتنفذوا. المره الجايه عندي ان شاء الله برضو قاعده للكابتن فاروق جعفر يقعد مع الكره الطايره. لازم نستوعب بعض. الزمالك اللي جاي لازم يبقى مختلف تماما ونستوعب بعض، واللي يجي نرحب بيه وهيشيل الشيله وان شاء الله يبقى قدها ونتعاون معاه احنا جوه او بره. 14 سنه لعبت كره طائره في نادي الزمالك، وبالتالي مش هسالك بس عن الطايره، هسالك عن العاب الصالات بشكل عام. ايه اللي بصاله او حطاه ضمن طموحاتك اذا قدر ليكي واصبحتي عضو مجلس اداره في الزمالك؟ سؤال جميل. هو اصلا ده صلب البرنامج بتاعي. صلب البرنامج بتاعي ان العاب الصالات كمان من ضمنها، غير كمان العاب الصالات، العاب تانية زي السباحه. انا لما مريت ولفيت كتير جدا في النادي بحكم ان انا مرشحه دلوقتي، لقيت مشاكل كتير برضو في قطاعات السباحه والتنس والكاراتيه والالعاب الفرديه. المشاكل واحده، كل المشاكل كلها بتتلخص في حاجه واحده، ان احنا مفيش ضمير شويه في حته ان انا وانا بتعامل مع الرياضات كلها بالذات في الهاندبول والباسكت والطايره، اختياراتنا في الرياضيه بقت سيئه جدا ومش بناء على الكفاءه ولا الخامه الحلوه. وممكن لما في يكون مجاملات عندي في مجاملات ووسطه كتيره لا اصل انا مش هاجي اكلم واحط راسي في الرمل. لا احنا عندنا براعم وناشئين على اعلى مستوى وبنخدش بطولات، وفيهم اطفال كمان بتتعقد وما بترضاش ترجع تاني. ما عندكش الكفاءات ولا انت حاطط لهم مدربين كويسين ولا حاطط اجهزه فنيه من اولاد النادي اللي تقدر تكمل وتعبر بالاطفال دي انها تبقى هي. بدليل يا فندم، بدليل ان انت ما عندكش في ولا فريق اول براعم طالعه تخدم على الفريق زي ما انا طلعت من النادي. مفهوم. مفيش الكلام ده. ازاي انا يبقى عندي المستوى ده من البراعم والناشئين ومش بقدر اكمل بيه للدرجه الاولى واروح اشتري فرقه كامله بمبالغ خرافيه عشان هو في فعلا الف وب وجيم في كل فريق من فرق الطايره؟ لا بس في الهاندبول في، بالرغم من ان انا لا ما حضرتك احنا بنحاول نراضي الاعضاء. وكمان في سبب تاني ان ما عندكش العاب فرديه، معظمها اتلغت السنين اللي فاتت. انت ناويه ترجعي العاب طبعاً فرديه لو بقيتي عضو مجلس اساسي الإدارة؟ لان دلوقتي ده اساس الواسطه والمحسوبيه ان انا عايزه ازق ابني بالعافيه في لعبه جماعيه. لاني انا ما فيش لعبه فرديه انا لاقيها فيها، لكن لو انا عندي كل الرياضات وابني جرب هنا وجرب هنا وجرب هنا ولا نفسه في لعبه فرديه مش هقدر احشره بالعافيه في لعبه جماعيه واضيع فرصه حد احسن منه. هتجيبوا فلوس منين لكل ده؟ ده في ناس بتقول لازم نلغي بعض الالعاب، انت بتقولي ان نكتر الالعاب. طبعا. لا طبعا، ده نادي الزمالك ده اسمه لوحده براند. كون ان انا يعني مش عارفه اسوقه صح دي 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 مشكله. أيوة. لكن انا اقدر اسوقه صح، ده احنا نقدر يعني. مش هتكلم بقى على الكوره. انا بتكلم على الالعاب الجماعيه بس لوحدها. الالعاب الجماعيه تقدر تشيل نفسها على فكره. يعني انا من ضمن فكره انا قلتها على جروب لقيت استحسان كبير قوي. انا كنت قاعده مقيمه فتره في السعوديه. انت الخليج اسم الزمالك كبير جدا فيه، يمكن محبب عن فرق كتير في مصر. انت دلوقتي بس داخله السعوديه رياضات نسائيه جديده، الطايره والباسكت ده انا اقدر اعمل مدارس هناك. تمام. تصرف لي على قطاع الفولي والسله والهاندبول وانا قاعده مش هكلفك اي حاجه. تمام. احمد،
نقطه البراند بتاع الزمالك، ان الزمالك لوحده براند يعرف كاسم يجيب مداخيل لنادي الزمالك غير الوضع الراهن في النادي، ويمكن ده جزء من تخصصك يعني، اللي هو برضو تخصصك الاخر فكره النزاعات والقضايا، وما اكثر القضايا اللي الزمالك موجود فيها على مستوى فريق الكره في الزمالك. شايف ازاي فكره التسويق وفكره استغلال اسم الزمالك بشكل يفيده اكتر من الوضع الحالي؟ في البدايه لازم يبقى عندك ثقه او تراست مع كلاينت اللي هيجي ياخد حقوق رعايه نادي الزمالك، او نتكلم على ايجار المحلات الكائنه حوالين نادي الزمالك في جامعه الدوله العربيه اللي هي بتعتبر اكتر من 200 محل. انا كرجل اعمال محتاج ان انا اعرف اتعامل مع مجلس اداره مستقل. يعني انا هاجي اعمل عقود آجلة لمدة مثلا 4 سنوات هي مدة المجالس الإدارات المنتخبة. تمام. أحتاج يبقى عندي ناس أعرف أتعامل معهم داخل مجلس الإدارة، ما يبقاش فيه أي تغيرات جواهم، ما يبقاش فيه حكم مثلا بحل المجلس تغيرات. رجل الأعمال محتاج لما يجي يستثمر في أي مؤسسة رياضية إن هو يحس باستقرار، إن هو في استقرار. لان هو برضه في الاول وفي الاخر رجل الاعمال، بنقولها كده بلغه السوق، رجل الاعمال سمعه، هو يهمه سمعته. لو هنتكلم عن ان نتائج الفريق القروي في نادي الزمالك فيها بعض التذبذب، ولكن ممكن ان انا استثمر بعض المداخيل الاخرى. بنتكلم على فرع النادي في 6 اكتوبر، لو جينا وضعنا عملنا مثلا مناقصه لفرع النادي، ويجينا مثلا في طرق تسويقيه كتير منها البي او تي، ان انت يبقى عندك ممول ياخد حقوق رعايه النادي في اكتوبر لمده 15 سنه مثلا، حق انتفاع هو بيستفيد من اسم النادي، وانت كنادي الزمالك بتستفيد مؤقتا من الدخل لحد ما يعدي المده القانونيه اللي بتبقى 10 و15 سنه، بنختار مده قليله حتى يستطيع النادي ان هو يبقى عنده 100% ownership او 100% ملكيه خاصه بالنادي. ويمكن في تصورنا كمان ان احنا عايزين بعض المشجعين بتاع الكوره ممكن يستهتروا بالكلام ده، ولكن انت لما تيجي تخاطب عضو الجمعيه العموميه لازم برضو تديله الموتيف او الانسنتيف، الدافع اللي انت هتعمله ده. زي مثلا مصيف مرسى مطروح، من اهم المعارم الصيفيه لاعضاء نادي الزمالك، محتاج ان انا اطور المصيف واهتم بالقرعه الخاصه. تمام. الاعضاء بيروحوا فيها على افواج، واعمل لهم في اكثر من محافظه زي مثلا العين السخنه، الحاجات دي النادي الاهلي عامل اكثر من مكان منهم الساحل الشمالي، نادي الزمالك مش اقل من اي نادي اخر حتى يستطيع ان الاعضاء يبقى عندهم اكثر من متنفس سواء داخل النادي او في المحافظات. هل برضو المصايف كانت بتقع تحت حتة المجاملات؟ هو في اي فترة اي حقبة زمنية، برضو مش عايز اظلم بعض الناس في المجلس السابق منهم اخواتي على المستوى الشخصي، ما اقدرش اعيب فيهم على